السيد اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد. اللواء أركان حرب عادل غضبان زي ما قلت خرج مهاجرا وعاد حاكما لبورسعيد، عاد حاكما لها مع يحكمها مع الشعب، وعشان يحافظ عليها مع شعب بورسعيد يحافظ عليها. الحقيقه في اشياء انا بعتقد يعني بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ما بنحسدش ولا بنعملش، انما في حاجات انا بعتقد ان بورسعيد انفردت بيها في الفتره اللي فاتت ديت، حاجات كتيره في التعليم، حاجات كتيره في 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 امور المصانع، حاجات كتيره. ان النهارده عشان بورسعيد تستاهل ده، بورسعيد اذا قدمت كتير من الحرب العالميه وهي عماله بتضحي وبتصد وبتعمل، فليه الوقت اللي بورسعيد دلوقتي بقت قاطره التنميه. وانا عايز اقول اذا كنا بنحب بورسعيد، ولاد بورسعيد بنحبها، نحافظ على ده، ونبقى احنا اكتر ناس بنحافظ على ده. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ منورنا ومشرف بورسعيد. ربنا يخليك يا فندم، هي منوره باهلها يا فندم. سياده المحافظ، يعني معلش انا عايز حضرتك يعني الشعور، يعني هنرجع حته صغيره خالص لورا كده، في وقت من الاوقات خرجت من هذا المكان مهاجرا، وانا بقول حتى في الكلمه اللي قلتها انك انت خرجت ومعاك حلم انك تبقى ضابط عشان ما يحصلش ده تاني للبلد دي، تبقى واحد من الناس اللي يحموا ارض البلد وانهم يحافظوا على البلد. وربنا سبحانه وتعالى استجاب لهذا الحلم وجئت لها حاكما عسكريا. عايز ابتدي من حاكم عسكري والنبي يا فندم تحكي لي، لان الفتره دي كانت فتره الله لا يرجعها يعني. طبعا انا قبل ما ابدا الحديث مع حضرتك بقدم كل الشكر والتحيه والتقدير للتلفزيون المصري العظيم اللي احنا النهارده صوته الان، ان هو فعلا هو اللي بيخرج، والتلفزيون الوطني اللي بيخرج فضائيات كتير. النهارده انا سعيد قوي ان محافظه بورسعيد النهارده يعني التلفزيون المصري بيسلط الضوء على انجازات محافظه بورسعيد قاطره التنميه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 14 نوفمبر 2015 كان بيدشن حلم بكره، كان في مشروعات شرق بورسعيد. احنا النهارده بنقول للشعب المصري كله حلم بكره بيتحقق على ارض بورسعيد، وان شاء الله في القريب العاجل جدا الشعب المصري كله هينعم بالحلم ده ان شاء الله. ان شاء الله. اما بالنسبه لي كمهاجر، وبالنسبه لي كقائد قوه التامين في محافظه بورسعيد، مسؤول عن تامين محافظه بورسعيد ايام ثوره 25 يناير، كان شرف ليا. وفي نفس الوقت احنا لما نزلنا تحملنا المسؤوليه كان كل التعليمات كان لنا كلنا المواطن المصري نأمنه، رقم واحد المواطن المصري تأمينه. كان وصل التعليمات حتى المستوى الجندي ان حياتنا دي رخيصه قوي بالنسبه لابتسامه مواطن وطفل وكاهن، فما كناش بننام. لمؤاخذه يا فندم، ما تنزلنا الصوت هنا يا جماعه، ممكن يا اخوانا نزلنا. اي يا فندم، ما كناش بننام، مشغلين 24 ساعه. كان كل حلمنا ان احنا نشوف المواطن المصري متامن كويس قوي، والمنشات الحيويه في مصر. فعشان كده كانت مهمه صعبه جدا جدا انك بتحمي ابنك وحفيدك وجارك. كان المسؤوليه ديت كانت موجوده من عند القائد للجندي البسيط. وكان دايما القياده العسكريه في ذاك الوقت سياده المشير حسين طنطاوي كان لنا جملة جميلة، اتحمل اتحمل اتحمل، دول أهلنا. بورسعيد بقى كان لها وضع خاص مع مدن القناة. مدن القناة وأهل مدن القناة والجيش علمنا كده، دفعوا كتير، وأنا دفعت وأنا طفل إن أنا سبت بيتي وشارعي ومدرستي والنادي بتاعي وتهجرت. فمدن القناة كلها دفعت. كان دايما سياده المشير طنطاوي يقول لنا مدن القناه دفعت كتير، حقهم علينا ان احنا نعرق، ودمنا قوي رخيص قوي بالنسبه للشعب المصري، عشان دي القوات المسلحه اللي فعلا مصنع الرجال، مؤسسه عظيمه قوي. انا فخور ان انا احد ابناء القوات المسلحه ومشرفه مصر والامه العربيه بالكامل. الحمد لله. سياده المحافظ، بورسعيد اعتقد ان هي ابتدت يعني ممكن ازمه الاسكان فيها ابتدت بعد في منتصف السبعينيات بعد العوده. اسره طلعت اربعه رجعوا سته، يعني ولد وبنت برجع ده متجوز ودي متجوزه حد من بره، واستمرت هذه الازمه. احنا فين؟ هو الاسكان
بادئ من عودة الهجرة، وبدأت الدولة المصرية في ذاك الوقت إن هي تبني مساكن وتضيف أحياء لبورسعيد، لكن حجم النمو السكاني كان في بورسعيد كان أصعب من حجم أو أكتر من حجم استيعاب الوحدات السكنية دي. لغاية لما وصلنا قبل ثورة 25 يناير كان اتبنى بورسعيد 17,000 وحدة سكنية استكمال اتبنى 17,000 وحدة سكنية تم توزيعهم في 2011 و2012. ومع ذلك كان في أزمة، عشان في التوقيت ده ما كانش فيه كيان للدولة في التوقيت ده أيام الثورة، كان المؤسسات كلها اللي قاعد في بيوت واللي قاعد الدنيا كلها كانت مصر كلها كانت شكلها، فقد يكون توزيعه بأسلوب يعني غير مرضي وغير عادي، ما فيهوش عادي بالنسبة لأهلنا. في الفترة من 2014 و15 اتبنى أكتر من 22,000 14 و15 22,000 وحدة تانية غير 17 ألف وحدة سكنية. بالإضافة إن سيادة الرئيس مشكورا صدق لبورسعيد ب 20,000 وحدة سكنية زيادة. كل ده بنتكلم في بديل عشوائيات وإسكان اجتماعي غير ال 11,000 وحدة سكنية لإسكان التعاون. بورسعيد في السنتين اللي فاتوا شهدت طفرة غير مسبوقة موضوع الاسكان، والحمد لله ولاول مره في تاريخ بورسعيد اتعمل اليه لتوزيع الاسكان. كل مواطن كان مقدم عارف ان هو هياخد في اي مرحله، هياخد فين، المقدمات قد ايه، لغايه 25-30 سنه. بقى كل مواطن في بورسعيد مقدم عارف هو هياخد امتى، هياخد امتى وهيدفع ايه. الاليه ديت اول مره تحصل في محافظه بورسعيد، ده بالتنسيق والتعاون مع وزاره الاسكان وصندوق التمويل العقاري. طب بالعدد الكبير الهائل ده اللي يوصل تقريبا لما نحسب ال 22 داخلين في 67,000 وحده سكنيه، دول برضو لما يتعملوا برضو هيبقى احنا بنزيد بشر، احنا بنزيد اصلا كل احنا كل سنه بنزيد كتير. طب يعني انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذ ابراهيم، متركب النهارده في بورسعيد 211,214 عداد كهرباء في وحده سكنيه. اقول الرقم ده تاني، 211,214 عداد كهرباء من كهرباء متركب في وحدات سكنيه. هذا الرقم ده لو ضربناه في اسره نموذجيه اربع افراد زوج وزوجه وطفلين هيدينا رقم 844,000. تعداد سكان محافظه بورسعيد 860,000. اخبار ابيض يعني معنى كده، انا ومش داخل فيهم حسابات 67,000 وحده سكنيه. يعني معنى كده ايه؟ الطفل الصغير عنده واحد سكن، بس سوق التوزيع هو اللي عمل مشكلة. طيب جذريا، لان انا قابلت حالات يعني اللي انا مقدم وبقالي مش عارف ايه وكلام جذريا نقدر نقول باذن الله يا رب كده يبقى يعني يبقى كل حد راضي ومرضي. هو فعلا مكسر من سنتين، بس في حاجه عايز اقول لحضرتك حاجه. دي مشكلة أزلية في محافظة بورسعيد من السبعينات. لو ولادي وأحفادي اللي بيسألوا إحنا هناخد سكن إمتى؟ لو تشوف متوسط أعمارهم بيتراوح من 25 لخمسة 35 سنة. نعم. يعني شباب. من حقهم ياخدوا أو من حقهم ياخدوا. وفي نفس الوقت الدولة ما بتنامش عشان نبني لهم. بس العمر السن دوت اللي هو سن صغير بيدي أمل لينا إحنا إن إحنا ماشيين صح. إن المقبل على الزواج وعنده 25 سنه بيسال هو مقدم انا اخد امتى؟ قدامه سنتين، يعني معنى كده تقديري ما احنا ما عندناش مشكله. اللي عنده 25 سنه عارف انه بعد سنتين هياخد واحد سنه. تمام، مقضيه في الحته مقضيه ان شاء الله. طيب انا عايز، لان انا معجب جدا يعني الحقيقه بشجاعه اتخاذ القرار فيما يخص الدروس الخصوصيه والسناتر والبناتر والكلام ده كله. فانا السنه دي الدنيا مش ازاي؟ انا اقول لحضرتك حاجه، هو الموضوع مش موضوع ان انا مش الهدف ان انا امنع السناتر، لا، الهدف ان ابني يروح المدرسه. ودايما اهلي بيعرفوا ان انا بورسعيد، انا يوم ما شرفت بان انا اكون محافظ بورسعيد شرف ليا جامد جدا ومسؤوليه كبيره. انا نزلت الشارع الساعه 7 الا ربع يوم 27 12 2015.
انا كنت ماشي لوحدي في الشارع، ادخل المدرسه هتلاقي طابور اولى اعدادي نسبه الحضور لا تتجاوز 15-20%، اولى اعدادي ثاني اعدادي لا تتجاوز نفس النسبه، ثالثه اعدادي 0%، ما بنروحوش خالص من بدايه العام الدراسي. هو متطبق في بورسعيد كده ان ثالثه اعدادي وثالثه ثانوي ما يروحوش مدارس خالص. طب الدوله المصريه بتدفع مليارات ابنيه تعليميه ووسائل تعليميه وتدريب مدرسين عشان خاطر اولادنا واحفادنا يروحوا مدارس. طب ليه؟ علشان خاطر الشخصيه المصريه ما تتبناش الا في المدرسه. عمر السنتر ما يبني شخصيه، والسنتر ده تاجر علم وبيبيع علم زائف، وفي نفس الوقت بيعلم ابني ان هو يختزل فكره على ملزمه، ملزمه فقط لا غير، ما يفتحش كتاب مدرسي، ما بيروحش مدرسه. السنتر بيخطف دماغ ابني ويختزله في 20-30 ورقه كبسوله، يعني هي دي اللي هتنجحه. بيفوجئ اولادنا ان نتيجه كانت الاعداديه، طبعا في التوقيت ده كان صعب قوي اخد اي اجراء، بس كنت بتابع، كنت يوميا اروح المدارس وحيي العلم ومع اولادنا في المدارس. استنيت النتيجه بتاعه الثالثه اعدادي، لقيت نتيجه الثالثه اعدادي 52%. تمام يا فندم؟ 52%. دي نتيجه سنتر مش نتيجه مدرسه، نتيجه سنتر وبيت. ما اقدرش احاسب فيها مدرس ولا اقدر احاسب فيها التربيه والتعليم. النتيجه بتاعه الثانويه العامه اقل من 7% اللي دخلوا من محافظه بورسعيد اللي دخلوا مرحله اولى، من اجمالي 7% اقل من 7% من اجمالي كام يا فندم؟ من اجمالي 5039 طالب وطالبه. قلت هنا بقى اخدت القرار، كنا في شهر 7، الهدف الرئيسي اني اروح المدرسه. اخدت القرار وتهاجمت كتير من وسائل الاعلام غريبه، وكان في دايما مظاهرات عندي عند المحافظه اولياء امور ومدرسين وطلبه، كنت بتناقش وتحاور مع طلبة مع اولياء الامور والمدرسين وصممت على القرار. ووجدت البديل ان بدل السنتر نعمل مجموعات تقويه في المدارس بلائحه محدده باسلوب جديد، باسلوب جديد وبرده مبالغ معقوله لولي الامر. ما ينفعش المبالغ اللي احنا كنا سامعينها دي يعني. الحمد لله نجحنا. طب كانت نتيجه التجربه دي، نتيجه التجربه ان بورسعيد اول مره على مستوى الجمهوريه تطلع الاولى على مدن القناه في الثانويه العامه. بورسعيد أول مرة على مستوى الجمهورية تطلع رقم ترتيبها السابع في الثانوية العامة على مدن القناة، على آسف على الجمهورية، من إجمالي 27 محافظة. يعني إحنا سبقنا 20 محافظة. حاجة تانية، أول مرة في تاريخ محافظة بورسعيد الستة الأوائل من التعليم الفني على مستوى الجمهورية من محافظة بورسعيد. وأول مرة التعليم التجاري الأولى والثاني مقرر من محافظة بورسعيد، يبقى إحنا نجحنا؟ نجحنا. التجربة ديت عمر الاهمال اللي في 20-30 سنه هيتصلح في سنه ولا سنتين. ونفذنا التجربه، نفذناها، كان فيها ملاحظات وفيها سلبيات كتير. كان فيها سلبيات كتير، السنه دي احنا عالجنا سلبيات، بس يكفينا فخر ان احنا المحافظه اللي بدانا، واحنا المحافظه اللي طبقنا منظومه تعليميه وظبطنا ايقاع التعليم، احنا المحافظه الوحيده اللي لغينا حاجه اسمها السنتر، او انا بسميه سوبر ماركت الدروس الخصوصيه، لغيناه خالص. والله يا فندم الحمد لله، ربنا يبارك لك، لانك انت في نقطه ثانيه، دي اول محاوله جاده لاعاده هيبه المعلم. ان النهارده المعلم اللي كان في الاخر بيقبض ثمن الحصه من التلميذ او البتاع ده، دي اول محاوله جاده لاعاده هيبه المعلم. المعلم ده يا فندم ده رسول وحاجه عظيمه قوي. كل بيت في مصر لازم نحافظ على هيبته، احنا لازم نحافظ على هيبته، يبقى موجود في كيانه في مدرسته اللي الدوله عاملاها. والطالب اللي هو ضعيف ومحتاج تقويه، واهلا وسهلا في مجموعات التقويه، في مجموعات سيطرة بتسيطر على أسلوب التنظيم مجموعات التقوية، وفي مدرس فاضل عظيم واقف في حصة في الفصل بتاعه، والطلبة اللي محتاجين مجموعات تقوية بيقول لهم أهلا وسهلا. طيب سيادتك، عشان فت على حاجة كده على الستة بتوع في الستة الأوائل من التعليم الفني، إنما برضه أنا عايز يعني أنا الحقيقة من الحاجات اللي أبهرتني جدا، لأن الموضوع ده بقى لنا يعني أنا شخصيا سنين طويلة عمال هاتي أقول يا جماعة إحنا مالناش علاقة بسوق العمل، والتعليم الفني عندنا ده كان حاجه مشروع عظيم جدا جدا جدا، بس احنا طبقناه غلط جدا جدا جدا، والولد بيقعد 3 سنين في المدرسه مفيش حاجه، بالاضافه ان الاعلام والسينما شوهت هذا الموضوع، فاصبح يعني اللي في التعليم الفني ده وصمه.
فسيادتك عملت حاجه غريبه جدا، خدت الناس دي تدربها، عندك مصانع وخدت دربتهم، ايه الموضوع؟ هو الحمد لله بالنسبه للتعليم الفني احنا بدانا ايه باسلوب تاني خالص، ان كل دوله بتعمل مراكز تدريب بتكلف فلوس وبنجيب مدرسين عشان يدربوا اولادنا، بس اولادنا ما بيروحوش، ومع تراكم السنين المعده التدريبيه، اقول تاني اسمها المعده التدريبيه مش المعده الانتاجيه اللي موجوده في مركز التدريب تتقادم، تبقى اولد فاشن وخلاص، المكان بيجي جديد وعندنا معده حتى لو اتدرب عليها مش حاليا شغل بيها. طب يبقى خلاص. في نفس الوقت انا اولادنا في زي التعليم الثانوي والاعدادي ما بيروحوش المدارس في التعليم التجاري. فعملنا بروتوكول تعاون مع المصانع. عندنا بورسعيد 4 مناطق صناعيه. حاجه عظيمه قوي. وصناعات متنوعه، بورسعيد هي مدينه الملابس الجاهزه. احنا بنصدر 42% من حجم صادرات مصر من محافظه بورسعيد. الملابس الجاهزه. الملابس الجاهزه. للعالم. ما شاء الله. احنا بنصدر فعلا 42% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزه للسوق الاوروبيه المشتركه وامريكا. اللي بيعيد تصديرها تاني لدول اخرى وتجار بورسعيد يروحوا يشتروها من بره، دي حقيقه. طيب خدنا اولادنا وعملنا بروتوكول تعاون، قلنا احسن مجال لتدريب الطالب بيئه المصنع. وفي ايد امينه مع مشرف ومدير المصنع، وفي ايد امينه مع طقم المدرسه والمدرسين الافاضل اللي مدرسه، بيجي الباص بيقف عند المدرسه بيركب فيه الطلبه اللي احنا عايزين ندربهم، بيروح المصنع بيتدربوا في بيئه عمل، في جو عمل، في مكان حديث، بياخدوا مقابل مادي تدريبي. تدريب بيصل ل 1000 جنيه. ايه ده؟ الطالب. طب تخيل يا فندم الطالب عنده 16 17 سنه وهو بيتعلم وبيتدرب وبياخد 1000 جنيه. بالاضافه لما بيبقى محترف بيدخل خط الانتاج بياخد 1700 جنيه، احنا نجحنا ان احنا من 14000 طالب دخلنا السنه اللي فاتت تقريبا اكثر من 4000 طالب. 4000 دخلوا سوق سوق العمل. دخلوا سوق العمل. الحاجه اللي تسعد بقى يا فندم بقى ايه؟ ان احنا في اثناء الاجازه الصيفيه ولادنا ما سابوش المصانع. ما سابوش المصانع. ما سابوش المصانع. الله. اشتغلوا، ولما يتخرجوا هذا مكانهم موجود. خلاص مكانهم موجود. بالاضافه هيتأمن عليهم صحيا واجتماعيا. طيب انا بقول يعني لما بدات المنطقه الحره وبدات التجاره الغير منظمه اللي موجوده في الشارع دلوقتي وبنشوفها ان واحد بيقف بباترينه بيقف بحاجه عشان ده ما بيكسبش في ما بيجيبش في يوم 20 جنيه يعني ما بيكملش في شهر 800 جنيه. طب ما يتفضل. عندنا مصانع عظيمه قوي. شرف ليا ان انا اشتغل في مصنع عامل. طب انا اسف جدا ان هقطع كلام سيادتك لان برضه حاجه من اللي عملتها ربنا يبارك لك اللي هو ال 128 شاب اللي اديت لهم 54 مصنع. قاعد امبارح انا ذهلت. هو الاول بيتكلم انه مش واخد بالي بيقول لي اصل انا اشتغلت في الاستثمار فافتكرت الاستثمار دي حاجه اتريق قصده انه اشتغل عامل. عامل اه. عامل في المصنع. بكالوريوس سيجاره ووالده وكيل وزاره ومامته مدير عام في الجمارك. فكانوا بيصوتوا قلت لهم على وشهم لان راح وقف في مصنع. قاعد في الشغلانه دي كام 7 8 سنين. وقعد يبقى هو ما كانش في دماغه انه هيبقى عنده مصنع. انما انا عايز اقول قيمه العمل يعني انا هنا على فكره بقى الشاب ده بحترمه جدا وده نموذج لازم هو بيحكي لي دلوقتي تصور سيادتك اللي انتوا عملت لهم المصنع ده في اقل من سنه وسلمتوهم. تصور سيادتك دلوقتي بيقول لي امبارح ان انا مش قادر اسد الطلبيات. انا عنده مشكله ان المصنع القماش مش ملاحق عليه على شغله ما شاء الله والبنطلون ب 100 جنيه. انا اقول لحضرتك التجربه ديت كانت تجربه فريده وكان الحق لازم كان سياده الرئيس فتحي السيسي هو اللي وجه التوجيه ده وكان بيتابع يوم بيوم على فكره ان تعمل مصانع للشباب ان احنا مصانع للشباب ونشوف فرص عمل للشباب ونملكهم المصانع. ده توجه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلاص في زمن قياسي خلاص في اقل من 8 شهور احنا بدانا تقريبا في شهر 3. طيب لما احنا هنعمل 58 مصنع وهنعمله بفكر معين بحيث مجموعه مصانع متكامله مجموعه للملابس الجاهزه مجموعه للجلود مجموعه للبلاستيك اللي هو عشان اقدر اكيس وعبي الحاجات الجاهزه الملابس الجاهزه وجنبيه المصنع اللي هو بيعمل الكرتون بيعمل العلب يبقى منظومه اكتملت منظومه متكامله. طب نختار الشباب ازاي؟ اعلنا في المحافظه واعلنا على النت
في المحافظه، واعلنا على الصفحه الالكترونيه بتاعه المحافظه، اتقدم عليها شباب كتير جدا، وفي نفس الوقت الشباب هم قدموا ما كانوش مصدقين. قال لي اول قال لي امبارح عملنا لجنه، لجنه اشتركت فيها رجال مصانع من بورسعيد، وشاركوا فيها تنميه الصناعه، لجنه مختلفه تماما المجتمع والبنوك اشتركت في اللجنه، وانتقوا ال 128 شاب دول وشابه. سياده الرئيس مشكورا تفضل في عيد بورسعيد سلم لهم العقود بتاعتهم، سلم العقود الشباب. سياده الرئيس ده كان شرف لبورسعيد كلها. وعلى فكره اول مره من 54 سنه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتفل باهل بورسعيد بعيد النصر. عيد النصر كان اخر رئيس احتفل بعيد بورسعيد مع اهل بورسعيد كان الزعيم خالد جمال عبد الناصر، وبعديها على طول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي وكرم شباب بورسعيد باللي هو سلم العقود دي. يعني انا نفسي بقى يعني انت سيادتك تبلغه بقى ان التجربه اللي على او توليه اللي عمله واللي سلمه من العقود لا يجي يسمع حاجه تفرح. امبارح تجربه امبارح حاجه تفرح 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 الحقيقه، وهو بيتكلم ان هو ازاي بيشتغل ده، وازاي ان هو النهارده ما شاء الله يعني النهارده هو بيقول لك انا القماش المصنع القماش الوحيد اللي عندنا بتاع الجنس مش مقضينا، وبيصدر وبيعمل. ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ احنا عملنا تجربه ثانيه في مجال السياحه، ان احنا برضو الشباب نخلي دي بعد الفصل بعد اذن السادة. يلا سيادة المحافظ معلش انا يعني انا عاهدت لي مجموعه من اهالينا البنبطيه هنا في النهارده، والبنبوطي ده واحد من رموز بورسعيد. دول اهلي اهلي دول اهلنا دول 350 واحد من 2011، وهم بكحه تراب بكحه تراب بكحه تراب. هم اصلا معاهم تصاريح وكل حاجه وكلام، بس هيخشوا يعملوا ايه؟ ما فيش حاجه. التصاريح ذات نفسها والمصاريف اللي بتتعمل عليها الهيئه الاقتصاديه يا فندم قبل سياده الفريق ما يمسك الموضوع ده غلوا اول عليهم. لا طب انت بتغل عليهم وما في حاجه جوه. المهم هم دلوقتي وبعدين هم ليس لهم دخل، وكان بيطلع لهم مرتب شهري من يعني وتوقف يعني امانه. انا بامانه لحضرتك لا دي امانه وسط يا فندم، وانا بقول لهم على هوا اهوت ان شاء الله قريب قوي انا هكلم سعاده الفريق مميش وهنرجع تاني زي الاسلوب الاول من جديد. والنبي يطلع لهم معاش لغايه ما ربنا يفرجها، لان دول يعني دول رمز من الرموز حاجه، وبعدين ناس يعني ده كلهم معهم حق. طيب شكوى ثانيه، احنا المكان اللي احنا فيه ده الممشى السياحي فيه مجموعات محلات كثيره جدا، والحاجات دي كلها اعتقد انها ملك الدوله، وكانت متاجره بصوره او باخرى وهناك اشكاليه. والحقيقه انا وعدتهم ان انا هعرض على سيادتك هذا الكلام، وانا واثق ان سيادتك لن يضار احدا ابدا في عهدك ده. هنعيد دراسه الموضوع بتاع الممشى دوت وهنشوفه حاضر، ولسه قدامنا سنتين في الموضوع دوت هندرس الموضوع الحاضر. طيب انا يمكن سيادتك احنا في الفاصل عشان بس تبقى سياده المحافظ فوجئ ان الاستاذ احمد سيد برودوسر البرنامج جايب ثلاث رغيف عيش دولت، فهو كان بيحكي لي قبل البتاع ده بيقول لي ده رغيف العيش اللي هنا في بورسعيد، الرغيف ده اللي في البطاقه ده بخمسه ساغ في البطاقه. احنا في القاهره الرغيف ده نص بخمسه ساغ، ده بيتباع في حر كده من غير بطاقه ب 35 قرش، في القاهره بيتباع ب 50 قرش. طيب هل يعني الحكايه مش كده؟ لا، هو المساله ان كان في ما اي شيء في الدنيا نظام والتزام، وان احنا بنراقب وبنراجع وبنعمل، والكل حيلتزم عندما يكون هناك ثواب وعقاب، الكل حيلتزم. وانا الحكايه دي انا لاحظتها في بورسعيد الحقيقه في المرور، لاحظتها في الشوارع، خلاص الشعوب على دين ملوكها، هيبقى في هتمشي الدنيا. انا بشكر سيادتك على موضوع العيش ده الحقيقه، لانه اصلا من امبارح احنا بنتكلم في الموضوع ده. الفريق وكل العمل بينزلوا بالليل بقى كده، فكانت القعده بالليل على ازاي العيش كده، ولقيت الاستاذ احمد جايب قدام سيادتك جايب العيش وقال ده اللي بيحصل ده. هو انا اقول لحضرتك حاجه، الموضوع ده المواطن بورسعيدي المواطن جميل قوي، ينشد التميز دايما، وذلك هو دايما مش راضي بالوضع اللي فيه، عايز الاحسن، ودي حاجه جميله وانا سعيد بالموضوع دوت. هذا الرغيف العيش ده فندم موجود من سنين، وبورسعيد هي الاول محافظه طبق عليها منظومه الخبز والكروت الذكيه، وكنا سعداء جدا، ولما طورنا الخبز عندنا مستمر لغايه دلوقتي بالمنظر ده، ومفيش ما تلاقيش طابور على مخبز عيش ولا طابور على نفس توزيع عيش. وفي التزام يا فندم، وفي التزام، والمواطن
اللي معاك كارت الذكي، احنا عندنا تعداد سكان قلت حضرتك 860 الف مواطن، احنا عندنا 160 الف بطاقه تموين، يعني اكتر من 800 840 مواطن معاهم بطاقه، معاهم بطاقه بيستفيدوا بالبطاقه، يعني 20 الف بس اللي ما يستفادش. يعني معنى كده حجم الدعم اللي الدوله بتقدمه للمواطن محافظه بورسعيد تقريبا بنسبه 100%، يعني ايه 20 الف. طيب في التزام من المخبز، في التزام بالمخبز، وفي التزام وفي مرور يومي من بحث التمويل، مرور يومي من الرقابه التموينيه، وانا عملت مجموعه خاصه بمكتب المحافظ مباحث بقى مكتب المحافظ من التموين يوميا بيجي لي المخالفات ايه، وبتبقى قمه الردع للمخالف. ليه؟ عشان احنا نوفر كل حاجه لاهلنا، فمن حق اللي هو الوسيط ده ان يبقى عنده الامانه للمواطن، يديله حقه. طيب سيادة المحافظ، الفكرة بتاعت ارجع لها تاني لان انا مبهور بيها، فكرة التعليم الفني، وان سيادتك الطالب ما عادش حياته المدرسة يتدرب على مكان قديم، وحتى لو حفظ المكان واجاده هيطلع ما فيش في سوق العمل مكان ده خلص من 50 سنة، فحضرتك وديته المصنع فاصبح جاهزا للدخول العالم، او يمكن قبل ما بيخلص بيبقى دخل سوق العمل فعلا. طيب سيادة المحافظ، احنا دلوقتي داخلين بسم الله ما شاء الله في كمية الحاجات اللي حضرتك ممكن تعملها تصور على شارع التفريع او اللي جاي فيها ده، نصيب بورسعيد قدين نصيبنا في، هي مش كوتا انما هي كفاءة. انا اقول لحضرتك هنقدر نعدهم ازاي؟ اقول لحضرتك حاجة، قولي. احنا عندنا بورسعيد مشكلة العمالة، عندي كل يوم كل طلعة شمس بيخش جوه من خارج محافظة بورسعيد، محافظة بورسعيد اكتر من 25,000 عامل من المحافظات المجاورة. محافظة بورسعيد محافظة جاذبة للعمالة من الخارج للداخل، من شرقية ومن دمياط ومن اسماعيلية، بيجوا عشان بيشغلوا المناطق الصناعية والمصانع اللي بورسعيد، بيسافروا كل يوم وبيطلعوا من بيوتهم الفجر، بيوصلوا هنا قبل الساعة 7:30، بيغادروا هنا الساعة 3:30 4، بيوصلوا بيوتهم بعد المغرب. لا حول ولا قوة. طيب وفي نفس الوقت ثقافة المواطن البورسعيدي نوعاً، لا هو شاطر قوي في التجارة وشاطر في الصناعة، بس حجم المشروعات اللي بورسعيد سواء اللي تفتح في شرق بورسعيد ولا التوسعات اللي بتحصل في المنطقة الصناعية اللي عندنا بورسعيد هنا اللي تتبع محافظة بورسعيد، أو المنطقة الصناعية اللي تتبع هيئة تنمية صناعية اللي سيادة الرئيس أمر ب 118 مصنع بيتعاملوا أون تايم، للمرحلة الأولى منها 40 مصنع شغالين دلوقتي؟ يا فندم الشهر القادم هيبقى في افتتاح تسليم ل 40 مصنع. تسليم 40 مصنع؟ ايوه. اقل من سنه اتعملت يا فندم المصانع دي. فندم احنا سياده الرئيس حط منهج، احنا ما عندناش وقت نضيعه. انا شخصيا كمسؤول انا عايز 48 ساعه فوق ال 24 ساعه. والله هذه حقيقه، واهل بورسعيد عارفين كده. عارف ان انا بسابق الوقت. ليه؟ انا كدوري هنا ان انا اهيئ محافظه بورسعيد انها تستقبل الكيانات الاقتصاديه العملاقه اللي هتيجي في شرق بورسعيد ولا بورسعيد ولا في غرب بورسعيد. تمام. حضرتك كنت موجود معانا امبارح مع موالي مع السن سنغافوره، واحنا بنشوف اللي بنتفاوض معاهم، وهم مشوا من شرق بورسعيد امبارح الساعه 8 بالليل. اظن انبهروا. مش عارف انا اصلا يعني بص كان اللفظ اللي اتقال، احنا كنا فاكرين الصينيين اعظم شعب في العالم، لكن عرفنا انتوا يا مصريين انتوا حاجه، انتوا فعلا فرعنا الحقيقه. ليه؟ هم بيتابعوا الشغل بورسعيد وبيتابعوا العمل في شرق التفريعه، لما يجوا يشوفوا في اقل من سنه مين اتشكلت وارصيفه بتتعمل وعملت تكريك في الميه، انجاز يتعمل في 10-15 سنه. طب انا اقول لحضرتك حاجه، شرق بورسعيد كان فيه حاجتين بس، في محطه حاويات قناه سويس الحاويات موجوده هناك، ترمينالز موجودة هناك، ومصنع أدوية. المحطة مش مينا، المحطة الجانب الهولندي قاعد يشتغل فيها أكتر من 6 سنين. ست سنين ودي اسمها محطة مش مينا. مصنع أدوية ده مصنع صاحبه من بورسعيد وحاجة عظيمة قوي، ده الكيان الوحيد اللي موجود كان هناك. يبقى شرق بورسعيد كان كيانين بس كده، كان سويس الحاويات ومصنع أدوية فقط لا غير. دلوقتي بيتعمل اكبر منطقه حره صناعيه على مساحه 40 مليون متر مربع، اكبر منطقه لوجستيه على مساحه 30 مليون متر مربع، اكبر ميناء محوري بطول ارصفه مرحله اولى 5.5 كيلو. سياده الرئيس كان
حلم بكره كان دشنه يوم 14/11/2015. احنا لسه مكملين سنتين. مجموعه الانفاق العملاقه احنا كان حلمنا ان احنا نربط مصر بسيناء، محاور الرخاء ومحاور حلمنا ان انا اطلع من شرق الفريعة اروح شرم الشيخ في طريق درجه اولى باعلى مقاسات الهندسيه اللي موجوده، كله بيتنفذ. اكبر مزرعه ارضيه سمكيه اتعملت في الشرق الاوسط قناه السويس عملتها، بينفذها دلوقتي جهاز الخدمه الوطنيه بقى المزرعه تانية كلها في شرق بورسعيد. طيب انا تعداد سكاني ما كملش المليون، حجم الكائنات الاتصالية العملاقه اللي هتفتح في شرق بورسعيد سواء من مواني او محطات حاويات او اعمال لوجستيه او مصانع هتفوق طاقه محافظة بورسعيد بمراحل. محتاجين اكتر بالتدريج، محتاجين اكتر من 500,000 فرصة عمل كمرحلة. وانا بيجيلي وافدين من بره اكتر من 30,000 وافد نعم عشان يشتغل في بورسعيد ويدور مصانع بورسعيد. طب انا اهلي في محافظة لازم اهلهم، ومن هنا بقى الفكرة اللي عايز اقوله بقى هنا من هنا الفكرة ان انا اتجهت للتعليم الفني، المدارس الصناعية والتجارية، واخدتهم ودربتهم عشان يبقوا مؤهلين. طيب هو الكائنات الاقتصاديه تفتح في شرق بورسعيد عايزين عماله، هياخدوا عماله مدربه طبعا. فين هم العماله المدربه اللي بيشتغل في المصانع اللي في غرب بورسعيد؟ هيبقى في تنافس في الاسعار، انت بتقبض كام انا هديك كام في الصالح لصالح المواطن. هديك كام؟ زي انت مدرب على تكنولوجيا معينه انا هدربك على تكنولوجيا اعلى بس عند البيزك. طيب اسال انا سؤال يا فندم، يعني المزارع السمكيه دي طبعا دي عايزه خبرات كثيره في حاجات كثيره، ما اعرفش بقى تخصصاتي يمكن سيادتك ادرى. انا اقول لحضرتك حاجه انا كنت كان لي الشرف ان انا اشتغل مستشار سياده الفريق مهمه ميش اثناء افتتاح قناه السويس، اثناء حفر قناه السويس، وكنت مع مجموعه العمل اللي هي بتشتغل في تطوير المحور مع دار الهندسه، وشفت الدنيا اخبارها ايه، وشفنا واحنا بنعمل مزارع سمكيه شفنا الخبرات اللي جايه من بره الاسبانيه والايطاليه والفرنسيه. والله الخبرات المصريه اعظم بكتير، احنا عندنا خبرات في دمياط، خبرات في بورسعيد في الاستزراع السمكي، خبرات في كفر الشيخ دي مدرسه في الاستزراع السمكي، عندنا جامعات مصريه بيستعينوا بها بره في الاستزراع السمكي. لا احنا عايزين نسلط الضوء. لا هنا يا فندم لا ما في تسليط الضوء ديت اعصار حضرتك يعني، وانت حضرتك سمعت يعني امبارح انا احنا يعني انا شخصيا بعاني معاناه شديده جدا ان انا عشان اصور حاجه نفسي منع عيني كنت اصور اي نفق من الانفاق ديت، انما انا مش ممكن هخش كمان ان انا هروح اقعد اقدم طلب واقعد هناك في المشاريع مش هينفع الكلام ده يعني. فواخد بال حضرتك وانا يا فندم بس انا عايز اقول على حاجه، الصوره ب 500 سنه كلام الصوره صحيح. يعني انا لما بروح بشوف مشروع زي ده ده عايز بس ارجع للسمك والمزارع دي ايه دي هتاخد اي على فكره هتاخد حاجات كتير، عايزه ناس كتير يعني عايزه ايده عامله كتير ومدربه طبعا يا فندم. موجوده يا فندم بدليل ان احنا لما فتحنا مسات الرئيس شرفنا وفتحنا المزرعه بتاعت هي قناه السويس شفنا العماله المصريه فين. ما هو اللي عمل احواض السمكيه ديت اكثر من 800 حوض كمرحله اولى دول مصريين وعماله مصريه وهم اولين مصريين، واللي شغالين فيهم عماله مصريه مش مدربه لا محترفه. بسم الله احنا عندنا احتراف لا ده وحاليا دلوقتي المزارع السمكيه بتتعمل في شرق بورسعيد. سياده المحافظ انا عندي بقى سؤال يعني ده وهو ده المفروض انا يعني اذا اذنت لي يعني اتمنى ان كل مسؤول في موقعه. النهارده انت النهارده حضرتك هنا محافظ المدينه، انا قعدت من يومين في كنت قاعد على كافيه ولالي اللي قاعد اللي شغال فيه وقعد يتكلم معايا فقال لي يا بيه احنا محتاجين اللي يقول لنا امتى هتندع، يعني هو امتى ربنا هيفردها، يعني امتى ربنا هيسهلها. فانا النهارده من هذا المنطلق وانا كمواطن بسال سيادتك كمسؤول فيما يخص سيادتك على الاقل الجزء اللي هنا ده اللي هو بتاع شرق التفريعه والحاجات المنطقه الصناعيه بتاعت اللي هنا ده، مردود هذا العمل او مردود هذا الكلام اللي بيقع في نطاق بورسعيد على الناس اللي هنا دي هيحسوا والمصريين كلهم بعد كده هيحسوا
امتى هيحسوا بالفارق؟ طيب انا عشان بس اقرب، هدخل في موضوع الظهر طبعا، عشان بس اقرب المفهوم قوي. لو انا رب اسره على 5 افراد، لما اجي اعمل حاجه في البيت بتاعي كل فرد هيحس بيها امتى؟ وانا رب اسره والبيت مقفول، هياخد وقت، وقت ممكن تبقى ساعه ساعتين، ممكن اتونس في وقتها. طيب لو انا في عماره وبنعمل عمل الاتحاد السكاني في العماره دول هيحسوا بيها، هناخد وقت ايه لغايه لما نحس ان العماره نضفت؟ هذه بتبقى مفتاح اون اوف. لما نبقى دوله بنعمل كيانات اقتصاديه عملاقه شغالين فيها بنسابق الزمن، من سنتين كان شرق بورسعيد بعد اذن حضرتك كان اول لودر، انا كنت شاهد عيان اول لودر سياده اللي هو كامل الوزير كان بينزله في سهل الطينه، والله الارض خدته وسحبت. الارض دلوقتي اتغيرت، المصريين غيروا ارض، خلقوا ارض جديده، عشان العالم كله بيقول دي قلب العالم، لو دي بقت منطقه صناعيه كلنا عايزين نيجي هنا طبعا. طب قلنا طب لو نرحل مثلا 30 40 كيلو، لا احنا عايزين المنطقه دي عشان تبقى جنب المواني. المصريين غيروا ارض، بقينا جاهزين ننشئ عليها مصانع، عملنا ميناء على اعلى مستوى. طيب دلوقتي احنا بنشتغل بالتوالي، جبنا الشركات الاجنبيه اللي هتساعدنا وهتاخد الارصفه ديت شغاله معانا واحنا بنفنش المينا، يعني احنا بنسابق الوقت. طيب المواطن اللي قاعد بيستنى عشان انا امتى هتندع امتى؟ طيب احنا كنا قعدنا من 2011 لغايه 2013 اول 14 الدنيا كانت صعبه قوي. لما سياده الرئيس ضغط عليه قال قطع امر قناه السويس في سنه، سياده المريم قال له تنفذ، احنا ما نمناش طول السنه والشعب المصري شارك. ندعت امتى؟ في قناه السويس. في مواقف كان في مراكب بتشحط في قناه السويس، ولولا قناه السويس الجديده كان يبقى موقف صعب. الدخل بتاع قناه السويس اللي احنا قناه السويس جنبينا ايه اللي حفرها اجدادنا، ندعت امتى؟ مع احفادنا واحفاد احفادنا واحفاد احفادنا، دي اتعملت 1855 خلص 69 1869 10 سنين عادي نشتغل فيها 10 سنين المصريين. احنا عملنا قناه سويس سنه ده رقم واحد. طب احنا بننهل من خلال هذه القناه كم جيل وكم جيل؟ احنا ما بنعملش مصنع، لا بنعمل كيانات اقتصاديه عملاقه. ان شاء الله الديدلاين ان المشروعات ديت تظهر للنور 30/6/2018. في خدمه غير مباشره المواطن بيشوفها لكن ما بيحسهاش، مش لمسها. طريق بورسعيد ده من سنه ما كانش نعرف نمشي عليه، اللي هو من القاهره بورسعيد. نعم ما عرفش نمشي عليه، كنا عشان نروح القاهره ناخدها 3-4 ساعات، وطريق كان صعب قوي والعربيه بتبوظ. دلوقتي طريق على اعلى مستوى في اقل من سنه. طيب محور 30 يونيو اللي هيبقى من بورسعيد للقاهره في 90 دقيقه بالظبط، توصل للقاهره في ساعه ونص. ده منين ده بقى؟ اللي هو محور 30 يونيو اللي هو في جنوب بورسعيد برضه. جنوب بورسعيد بس موازي لطريق المعاهده. محور عظيم على زي طريق الضبعه بالظبط وعلى اعلى مستوى. طب هذا المحور دوت لما ان شاء الله قريب قوي هيتفتح، قريب جدا هيتفتح، يبقى ساعه ونص يبقى في القاهره من بورسعيد للقاهره، يبقى عندي طرق لبورسعيد، اضطراب لبورسعيد، وتحرك من بورسعيد لجميع المحافظات المجاوره، عندي طريق واثنين وثلاثه. الطريق اللي هو في شرق بورسعيد اللي هو طريق شرق بورسعيد شرم الشيخ راس محمد ده، بدل ما كنا نروح السويس ونعدي على الاسماعيليه وننزل النفق ده منين يا فندم ده؟ من حضرتك قلت المره اللي فاتت قلت شرق بورسعيد يا فندم، من مواني بورسعيد، من شرق من مينا شرق بورسعيد، من المنطقه الصناعيه اللي في شرق بورسعيد، من المدينه المليونيه اللي في شرق بورسعيد لغايه لما نوصل لشرم الشيخ. لا بري ده بري، طريق عظيم. ايه ده؟ المصريين يا فندم بيعملوا اكتر من 7000 كيلو طرق في اقل من 3 سنين. الله، ما بندعي يا فندم واحنا حاسين بيها، بس انا كمواطن عايز احس بالدخل. واحد انا بقول لحضرتك انا عندي تجربه بورسعيد قبل تعويم الجنيه، كان المرتب العام اللي في شرق التفريعه اللي في شرق بورسعيد ألف متوسطه 1500 جنيه و1200 و1200 و1500، دلوقتي متوسط 1800 2000 جنيه. ما هي بدات تظهر اهي مع بواد الخير. طيب 30/6/2018 باذنك يا رب ان شاء الله الدنيا تبقى ان شاء الله. طيب
حضرتك عشان خاطر المعلومات قليله جدا عن حقن ظهر، وهو ده برضو دي يعني دي حاجه بتاعت ربنا بقى، المنحه اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا بيها. وطبعا انا عايز اقول كان في تحرك هايل للدوله وترسيم، ولولا ترسيم الحدود مع قبرص واليونان ما كناش شفنا لا ظهر ولا ظهر ولا ليله ولا اي شفنا اي حاجه خالص. كلمنا على ده انت برضو ده قريب جدا، قريب جدا. هم قاعدين عندك هنا يا فندم، مش تبعك يا فندم دول؟ قريب جدا ان شاء الله الشعب المصري كله هينعم ان شاء الله، قريب جدا ان شاء الله جدا. فوق مما نتخيل يا رب يا رب، لان هو ده الحد. ودي هتبقى هديه الرئيس للشعب المصري كله ان شاء الله ان شاء الله. طيب سياده المحافظ نتكلم شويه في الرياضه. انت عند حضرتك هنا حدوته النادي المصري، وانا الاول عايز اقول يعني النادي يعني يا بخت النادي المصري الحقيقه بحسام وابراهيم حسن الحقيقه، الاثنين الكابتن حسام والكابتن ابراهيم شخصيات تجمع يعني عندها روح هائله وعظيمه والكلام ده كله. بس انا في تقديري يا فندم محتاج حاجات من حاجات حضرتك الجريئه السريعه دي كده. احنا النهارده عندنا في المحافظه 6-7 انديه وعندنا 15-16 مركز شباب، ما نخلي دول كلهم بيفرخوا للنادي المصري ليعود النادي المصري لسابق عهده. انا مش بقلل الموجودين، الجيل الموجود ده انا شايفهم الشباب اللي موجودين دول في الحدود الماديه التي تحكم عالم الكره في مصر وتحكم النادي المصري، ده ما فيش بعد كده. انما احنا عايزين نرجع تاني النادي المصري ايام سيد عبد الله وكمال جرس اللي هو ومحمد بدوي وشاهين ومحسن صالح وشاهين فيفند ذكر كلهم ولاد بورسعيد، وكان النادي المصري هو هو الممول لمصر بنجومه، مش النهارده اللي بيجيب لعيبه من بره. ما حضرتك ما تشوف لنا الموضوع ده يعني. انا اقول لحضرتك حاجه، النادي المصري ده كيان وتاريخ، وفي نفس الوقت هي انا تقدير الشخصي بورسعيد عباره عن النادي المصري اتبنت عليها محافظه بورسعيد. كل بيت في بورسعيد يعشق حاجه اسمها المصري البورسعيدي، طفل امراه شاب كاهن، كلنا بنعشق النادي المصري. النادي المصري ده تاريخ، ونعشقه من ايام ما كان موسى فندي طربوش، كان حاجه جميله وكان رمز عظيم، وكان اللي موجود الحاجه الوحيده النادي المصري، ومعاه نادي بوفؤاد اللي تابع قناه السويس، هم دول ناديين. وكان الدعم كله كان بيروح للنادي، والاتجاه كله رايح للنادي المصري. احنا دلوقتي 2017 عندي كيانات رياضيه هشه، وعندي كيانات رياضيه موجوده في ما عندهاش نوادي، عندها شقق وعامله ابو بعدين. طيب احنا عايزين ننمط الموضوع ده، عايزين نكثف الامكانيات ونحشد الجهود كلها بحيث ان احنا نعمل حاجه لكيان عظيم. عشان كده ده الاستراتيجيه اللي ماشي عليها بورسعيد اهوت، ان انا يكفي بورسعيد المحافظه اللي مساحتها 1345 كيلو متر مربع، تعداد سكانها ما كملش المليون، ازاي يبقى فيها اكتر من 13 مليون؟ ازاي؟ طب الدعم الرياضي هيتشتت ل 13 نادي هيبقى حتى لو باقوا يا فندم، انا عايز القوه تبقى متجمعه مش متضاده. انت بتعمل تبقى معامل تفريخ للمصري. النادي المصري ده الكيان ده احنا الحمد لله بندعمه كمحافظه، والحمد لله الدوله بتدعمه دلوقتي، ان هو النادي المصري كان بيحلم ان الاستاد النادي المصري يرجع له، رجع له استاد النادي المصري. اول مره نعمل كيانات اقتصاديه، اسف، كيانات اجتماعيه للنادي المصري. عملنا نادي اجتماعي رقم واحد موجود حاليا دلوقتي، بحيث انه يلم شم الاسره في مكان وكيان واحد، بدل ما الفرد يروح يشجع نادي، لا الاسره كلها تروح تشجع نادي، بالاضافه الاسره كلها تدرب ولادها على كره القدم والجمباز والباسكت والهاندبول والكاراتيه، يبقى الكيان كله بقى يبقى كيان اسري. عملنا ونجحنا ان احنا عملنا النادي الاجتماعي رقم واحد، وان شاء الله قبل نهايه السنه دي في عيد بورسعيد هنفتح الكيان الاجتماعي للنادي المصري. انا سامع ان في مجمع هائل دلوقتي في الحمامات. بالاضافه بقى سياده الرئيس اهل بورسعيد القريه الاولمبيه معموله على مستوى عالمي ان شاء الله، هنفتحها قريب جدا في شهر اكتوبر، في حفله اكتوبر ان شاء الله ان شاء الله، بحمامات سباحه اولمبيه، بملاعب كره القدم، بملاعب ملاعب كل اللعبات تقريبا، وصاله جيم، ملاعب للخماسي، بملاعب للهوكي، لست ملاعب سكواش وملاعب ابراهيم المصري ده كان لا ده مارادونا بورسعيد.
وكان كابتن النادي المصري كان وكابتن مصر ابراهيم سليم ان شاء الله. وحمل لي امانه ان اقول لسيادتك على الملاعب الهوكي يا فندم، يعني على ملاعب الهوكي، كان لان كان في اشكاليه ما اعرفش فيها. قال لي قول لسياده المحافظ بس قول له قول له اطمن اطمن. طيب انا سامع ان في ملاعبين اطمن ابراهيم وانت هو شايف هو شايف هو بيتابع الحلقه. ربنا يجيبك بالسلامه ان شاء الله وانت وحشتنا. لا وصلت في حلوان خلاص ابراهيم المصري ليه كده؟ قاعد هناك خلاص بقى انت عارف حضرتك في المجموعه هناك. بس عندي اقتراح يا فندم، عايز واحنا قريب في عيد احنا اقول لك سر برضو عشان ابراهيم المصري معنا اللي انا بنفذ دلوقتي كان فكر ابراهيم المصري والله والله ان احنا نعمل للنادي المصري كيان وكيان اقتصادي يقدر يصرف بيه على نفسه عشان مش حد تاني يقدر يتحكم فيه. بس احنا يا رب ان شاء الله احنا في راس العش اللي عيد الصعقه، وراس العش دي حصلت كان حفاظا على بورسعيد ومعركه بور فؤاد، ومعركه بور فؤاد كان المقصود بور فؤاد بورسعيد. يعني المجموعه ديت في مجموعه من الضباط اللي موجودين والبنود والصف، انا اعرف مجموعه منها موجودين. ما اعرفش يا فندم عايزين نعمل يعني احتفاليه ليه، لان راس العش تم الدفاع عنها من الشرق ومن الغرب. كان في كاتبتين صعقه 103 و113 زل، وكان في 43، يعني كان في حدوته. وبعدين مجموعه ضباط الصعقه كتائب الصعقه اللي رجعت بعد 67 مباشره، فكان اول حاجه الجيش بيوجهها لبورسعيد خوفا ان يحصل حاجه. مش عارف عايزين نشوف مين موجودين مين بنتكلم، لان ده جزء من احياء هذا الجزء. لان الفتره دي اصلا فتره سريعه جدا وغنيه فترة جدا، فتره صمود يا فندم، فتره النجاح اللي الجيش المصري عقب الهزيمه بفتره بسيطه جدا، وان مجموعه صعقه تعمل العمل العظيم ده توقف طابور. ده فصيله يا فندم 30 واحد توقف طابور دبابات. لا انا هدور عليهم بعد اذن سيادتك، واذا كان كده يتعمل بيهم يعني يتعمل حاجه حدوته كده في على الفتره بتاعت عيد بورسعيد. انا سيادتك احييت في حاجه جميله قوي، احنا ان شاء الله اوعد حضرتك ان احنا هننسق مع القوات المسلحه، ما يقدرش يقول معنويه، مع اللي هو محسن عبد النبي ان شاء الله، ويشرفونا بورسعيد عشان ده تاريخ ده حاجه عظيمه قوي نسعد بيه كلنا. وهو ده لان هم انا لما بقعد يعني مثلا مع اللي هو احمد شوقي كان ساعتها كان انا كان قائد الكتيبه، كان رئيس عمليه الكتيبه 43 صعقه، وبعدين لما جم على بورسعيد ويتحكي يعني في الفتره دي ومن تبقى في بورسعيد وازاي الهرمون اللي موجود، ازاي تحس انك انت 56 بتتكرر بطريقه تانية. وبعدين تشوف القياده جمال عبد الناصر رحمه الله عليه، نروح نضرب ايلات مدمره ايلات قصاد بورسعيد وورانا هنا ورانا يعني. فهو في وكان كان امبارح محمود فتيح وهو بيتكلم بيقول انا نفسي ويعني انت سيادتك طبعا شرفني النهارده. اولا الفريق احمد خالد القارب اللي ضرب إيلات في البحرية. طب ما نجيبه هنا، ما هو أولى بيه إنه يجي هنا في القاعدة، يعني تيجي هنا ده يبقى يعني هيبقى في حتة في مكانه زي ما بيقولوا. ومش حتى سيادتك مش حتى بمناسبة محمود فتيح يعني أنا لا ده أنت سيادتك النهاردة كرمته النهاردة، وانا بشكر حضرتك. هو قال لي ان حضرتك في حاجات يعني ناوي تعمل ايه يا فندم؟ هو سياده الرئيس اعطانا تكليف من المره اللي فاتت ان احنا ان شاء الله عيد بورسعيد الجاي ان شاء الله نفتح متحف النصر، واحنا دلوقتي بنطور ميدان الشهداء في بورسعيد، ويبقى تحت المسله متحف النصر نرجع زي زمان نحكي تاريخ بورسعيد 56. ده تكليف تاريخ بورسعيد 56 وتاريخ بورسعيد في 67 وتاريخ بورسعيد في ثورتين 25 و30 يناير وتاريخ بورسعيد في الشهداء اللي قدمتها محافظة بورسعيد من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، بالإضافة للتطور اللي بتشهده بورسعيد كقاتلة التنمية. فالمتحف ده إن شاء الله إحنا بنتجهزه من دلوقتي وشغالين من دلوقتي إن شاء الله يوم 23 ديسمبر 2017 هنفتتح المتحف ده إن شاء الله بورسعيد إن شاء الله. فإحنا استعنا طبعا، بشكر حضرتك إن حضرتك يعني ألقيت الضوء على فناننا الكبير، أنا جبته النهارده وان شاء الله وكلفته واشتغلته مع مجموعه العمل اللي بتشتغل في متحف النصر، وان شاء الله عشان هو ده حاجه عظيمه قوي. بالاضافه ان شاء الله احنا عندنا دار اوبرا بورسعيد بندرب ولادنا على الباليه والفنون، هيدرب ولادنا على الرسم بالميه وكده نقول ان شاء الله. هو محتاج ان سيادتك تفرغ من الدوله، وسيادتك قادر تعمله ده من سياده وزير الثقافه،
انا بعتقد ان محمود فتيح ممكن يبقى قطره تشد مواهب الفن. ده حقيقه. وممكن بمحمود فتيح يتعمل بورسعيد فيها اكبر عارض بتبقى في مصر وهنا، لان محمود فتيح ده فنان عالمي يا فندم، فنان عالمي. وطبعا شان كل العباقره في كل العالم على فكره، يعني العباقره كلهم في العالم، الناس اللي اتباعت لوحهم بعد ما ماتوا بملايين ملايين الدولارات ميتين جعانين يعني. فهو محتاج نظره من الانسان. حاضر وعلي ان شاء الله. اللي جاي يا فندم انت عند حضرتك ايه؟ اكيد في حاجات حضرتك ما قلتهاش مخبيه مني، مخبيه عليا يعني. هو بورسعيد احنا بنأهلها انها تستقبل الكيانات الاقتصاديه العملاقه، بورسعيد احنا بنأهلها ان هي ان شاء الله تبقى جوهره المتوسط ان شاء الله. وقريب قوي خليك فاكر الجمله دي، بورسعيد هتبقى اكبر مدينه حره صناعيه على البحر المتوسط. بورسعيد في سبيل اكبر مدينه حره صناعيه على البحر المتوسط. احنا الحمد لله مؤهلين تماما، عندنا البنيه التحتيه جاهزه، مستقبلين استقبال الكيانات الاقتصاديه العملاقه. احنا ينقصنا حاجه واحده بس، ان احنا بندور على الاستثمار في مجال السياحه، عشان عندنا اراضي وعندنا عايزين مستثمرين يعملوا لنا كيانات فندقيه بجد بجد، ان هي تستقبل هذه الكيانات. مش معقول كيان اقتصادي عملاق يجي ومش تلاقي مكان فندق يسكن فيه بورسعيد. ده في حاجه يا فندم بعد سيادتك، بعد ما تقول لي الطريق اللي 90 دقيقه، لا ده كده بورسعيد. اصل 90 دقيقه دي يا فندم لو سيادتك ساكن في الهرم وحبيت تروح مصر الجديده هتروح في ساعتين و90 دقيقه كمان، في اربع ساعات واربع ساعات. النهارده 90 دقيقه معنى كده ان ممكن يبقى اليوم الواحد رحلات اليوم الواحد لبورسعيد. فالنهارده لازم الكيانات دي مطلوبه وده وقتها. وبورسعيد لها في نفس كل المصريين لها طبع خاص، يعني حب خاص وعشق خاص. لا طبع تاني يا فندم، بورسعيد ربنا حباها سبحانه وتعالى بموقع متميز في العالم. لو بصيت كده على جوجل فريق العمل ليه فين قلب العالم هتلاقي محافظه بورسعيد. بورسعيد في المكان اللي احنا قاعدين فيه ده مكان ملتقى لثلاث قارات، يعني اللي كان منور جنبينا دوت ده قاره اسيا، اللي ورانا على بعد 200 ميل بحري قبرص قاره اوروبا، نهايه قناه السويس البحر الاحمر اللي هيدخلنا على المحيط الهندي، جنبينا دوت نهايه البحر المتوسط المحيط الاطلنطي. لا بورسعيد زائد بقى، بورسعيد اهلها بيتميزوا بثقافات جميله. احنا اتربينا في وسط الثقافات الايطاليه والثقافات الفرنسيه والثقافات اليونانيه، عشان كده المواطن البورسعيدي بيطلع الاحسن. كان عندنا من احسن المدن الموجوده في العالم مدينه بورفؤاد، المنوره دي هناك دي، كنا وانت حضرتك راكب المعديه بتشم ريحه الفل والياسمين. والله والله وانت في المعديه بتشم ريحه الفل والياسمين قبل الهجره. كان الترسانه البحريه بتاع قناه السويس تشوف بورسعيد كلها، كان اهل بورسعيد قبل الهجره كلهم شغالين فين؟ في الترسانه بتاعت قناه السويس. الاربع شركات التابعه لقناه السويس، احنا قناه السويس ليها سبع شركات، في بورسعيد بس منها اربع شركات، وشركتين في اسماعيليه وشركه واحده بس في السويس. التوكيلات الملاحيه كان ده كان كله كانت توكيلات ملاحيه. الانصليات الموجوده دي الانصليات الموجوده اللي على المجرى الملاحي لقناه السويس. الممشى ده كنت تمشي في الشارع تشوف السفن اللي راسيه قدامك كده، وتشوف البنبوطيه الحاجه الجميله طالعين السفن بيتاجروا، كان حاجه جميله. بورسعيد دي انا باهلها دلوقتي انها تستقبل هذه الكيانات ان شاء الله، من مستوى نظافه، مستوى شوارع، مستوى تجميل ميادين، بنهيئ فرص العمل لاولادنا، بنجهز المناطق الصناعيه عشان نجذب المستثمرين. احنا لينا الفخر ان احنا في اقل من سنه عملنا استثمارات في الصناعه بمليار و600 مليون جنيه في خمس مصانع استراتيجيه، هتوفر فرص عمل لاكثر من من 15,000 مواطن. هنبدا قبل نهايه السنه دي نفتح المصنع زيت الطعام، بعديها نفتح مصنع زيت طعام في بورسعيد منطقه صناعيه، هنفتح مصنع كاوتش سيارات جودير او بيراميدز اللي هو خاص بالتراك، والملحق بتاعه عباره عن كاوتش التريلات تريلا وكوش اللوادر. السنه الجايه ان شاء الله احنا افتتحنا مصنع لحلل الاواني اللي كنا بنستوردها من كوريا والصين، دلوقتي احنا بنصدر لكوريا والصين وامريكا. ده الكلام ده المصنع ده اتعمل في اقل من سنه باستثمارات امريكيه مصريه. ان شاء الله نسعد ونفتتح مصنع اللمض الموفره.
احنا بنعمل مصنع دلوقتي وهنفتتحه قبل نهايه السنه دي ان شاء الله. بنصدر التونه والاوميجا 3 من بورسعيد. والله مصنع هولندي معمول اعلى مستوى. مصدره مين بقى؟ طيب انا عايز افهم من هولندا المستثمر، عشان عايز اقف هنا نتكلم على الحته دي بس شويه. المستثمر الهولندي اللي دفع الشيء الفلاني هو طبعا اختار هنا لان ده المكان المتوسط زي ستك ما قلت، والفرصه ايد رخيصه والجو مناخ كويس والفائض من الانتاج بلد فيها 90-100 مليون، يعني ده كله. عشان كده احنا مهيئين ان احنا اي استثمار في العالم يبقى عندنا في ده. هو بقى يا فندم المستثمر الهولندي ده دفع وعمل حاجات، هو بياخد ايه واحنا بنستفيد؟ يعني هو دخلنا تكنولوجيا جديده في مجال المواد الغذائيه والمعلبات الاسماك وتصنيع الاسماك، تكنولوجيا احنا ما كناش نعرفها. وفر لنا عمل، فرص عمل لاولادنا. بالمناسبة ما هوش مستثمر هولندي، احنا خدنا التكنولوجيا الهولنديه لكن ده مستثمر بورسعيدي وجاب النو هاو الهولندي. يعني هو بورسعيدي وهنا هولندي. هم بقى لما جم هنا هو طبعا رايح هو هيكسب. احنا مكسبنا فين حضرتك عشان تشرح؟ مكسبنا ان احنا اولا هنوفر عمله صعبه، بدل ما نستورد هنصدر. رقم 2 دخلت تكنولوجيا جديده. رقم 3 وفرت فرص عمل متميزه لاولادنا من غير ما ادفع من غير ما ادفع ولا مليم. حاجه ثانيه ان صنع في مصر بيغزو العالم كله دلوقتي حتى في المواد الغذائيه. احنا عندنا مصنع ادويه في شرق التفريع، مصنع ادويه ده بيصدر لانجلترا واليابان ادويه اللي هو اصحابه التوأم من بورسعيد. من بورسعيد بدا مصنع صغير، النهارده حاجه عظيمه قوي بيتوسعوا في كيانات اقتصاديه دلوقتي وداخل من ضمن الهيئه الاقتصاديه. بور فؤاد يا فندم، هل تعتبر ده الامتداد الطبيعي ان احنا بورسعيد الجديده او يعني لا هنا لا ولا لا ما ينفعش؟ بور فؤاد تبقى زي نيس وكان في فرنسا، وان شاء الله الدوله كلها مهتمه بالتخطيط الاجرامي. هتتحول لحدوته كده؟ لحدوته ثانيه خالص. ومسات الرئيس يعني متابع بنفسه الموضوع. لا ترتيبه يعني. طب احنا التوسعات بتاعتنا فين كده؟ هنمشي فين؟ توسعاتنا في اتجاه الجنوب اللي هو اتجاه الجنوب واتجاه الغرب. الغرب التوسعات في اتجاه دمياط، واتجاه الجنوب في اتجاه اسماعيليه. اتجاه الاسماعيليه. والتوسع الاكبر ان شاء الله في اتجاه فين؟ الشرق كله. شرق؟ بلوزه ما ده اللي بقول انا يعني انا مش ضروري بور فؤاد انما بلوزه ورمانه يعني نبقى شويه يعني. مدينه بورسعيد الجديده الفرمه هتبقى هناك رئيس. ده شغالين فيها كويس جدا. شغالين فيها دلوقتي؟ جدا. طب انتوا مخبيين ولا خايفين من الحسد ولا ايه؟ ما بتقولوش ان شاء الله الشعب المصري يسعد كله، مصر وبورسعيد تسعد بالمدن الجديده. اتعرضت يا فندم في مؤتمر الشباب اللي كان في اسماعيليه سياده الرئيس، اتعرضت لسياده الرئيس والمصريين كلهم شافوها. شغالين فيها يعني؟ شغالين فيها، قوات مسلحه شغاله فيها كويس جدا. كل ما نقول عايزين نصور ما هي دي المشكله يعني بيتبني فيها. بسم الله ما شاء الله. دي بورسعيد الجديدة. دي بورسعيد الجديدة. إن شاء الله المرحلة الجاية بمدينة بورسعيد الجديدة تبقى في اتجاه الجنوب، لا في اتجاه الحي الإماراتي. تخيل بورسعيد ده هيبقى في اتنين مدينة بورسعيد جديدة، بورسعيد جديدة في الفرمة اللي هي في اتجاه البلوزة. بلوزة ورمال. بورسعيد جديدة في اتجاه المناطق الصناعية والتمدد الصناعي اللي في الجنوب. اللي هو بتاع المحافظة. بتاع المحافظة. هيبقى في اتجاه الجنوب. وكل الحكاية والله. بس انا عايز برضو عايز يعني الحقيقه كلمه شكر عايز اقولها للمواطن البورسعيدي. انا لاحظت حاجه انا يعني بشكره عليها، حريص هو على النظافه. يعني هو حريص الشارع النظيف، ما بيرميش ورقه في البتاع. انا لاحظت دي. ولاحظت حاجه ثانيه يا فندم برضو، احترامه لاشارات المرور. ده بورسعيد بقول لحضرتك احنا عندنا من جوه كده حاجه بنحب الانضباط. احنا بنعشق الجيش ليه؟ عشان بنحب الانضباط. محافظ بورسعيد احنا عشنا في وسط جيش يعني من 56 لا ما حلو 67 فمدينة البسيرة دي حاجة عظيمة. طبعت الموضوع ده في أهلنا وفي ناسنا. احنا كده بنحب الانضباط، بنحب الالتزام، بنحب النظافة. الحمد لله احنا بورسعيد بنأهلها دلوقتي اللي هي تبقى جوهرة المتوسط من خلال توسيع الميادين، توسيع الشوارع، بناء حدائق جديدة بأسلوب جديد، نعمل جراشات تحت الأرض. الممشى ده زي زمان أمشي في الشارع هنا أشوف الدنيا كلها. بورسعيد بتتحول وان شاء الله هتشوف بورسعيد. وكل مواطن على فكره بيجي هنا بورسعيد من مصر بيلفت نظره حاجه واحده بس زي ما حضرتك قلت، النظافه والمرور والعيش. بدا العيش اصل من امبارح السهره امبارح كانت على يعني بقى والفريق العمل كله كانوا قاعدين ومنبهرين يعني، لان بالصدفه احنا الاسبوع اللي فات
واحد اتكلم في التليفون فبيحكي راح ياخد رغيف التموين. فهو المفروض الرغيف اللي هو زي ما تبقى خمسة ده لا ده بيبقى 50 قرش يعني. قالوا لا اصل انا زودته في حدوته كده. لا لا الحمد فالانفلات والحاجات دي كلها احنا بورسعيد احنا منضبطين والناس الحمد لله ماشيه. ما فيش حاجه يا فندم في المشروعات اللي اتعمل السنه دي حاجه زراعيه؟ كويس انك فتحت الموضوع ده يا فندم. بورسعيد من بالظبط من 20 سنه كان لا تموت الزراعه بصله. ليه؟ الارض في الجنوب في اتجاه الجنوب عندنا ارض طينيه مالحه سودة غريبه قوي لا تصلح للزراعه خالص. والارض في سهل الطينه كنا نقول هذا بنحط اللودر بيغرس. تخيل يا فندم بقى من في خلال 20 سنه دول اتضاف لبورسعيد 150 الف فدان اتحولت من ارض بور لا تصلح وملحه لا تصلح للزراعه اللي احنا دلوقتي بنزرع المحافظه رقم واحد في انتاجيه بنجر السكر. بعد في مصنع كمان انا قريت في مصنع بيتعمل مصنع بنجر السكر باستثمارات 365 مليون دولار. 50% منه تكرير و50% منه تصنيع. وبعدين هيقلل التكرير على وهنزود في نسبه التصنيع كمرحله اولى. ده هيتم عندنا بورسعيد. ليه اختار بورسعيد ليه؟ عشان عندنا في سهل الطينه عندنا 50 الف فدان اكتر من 50% منهم بيزرعوا بنجر سكر وبانتاجيه عاليه. بيوزع الارض في سهل الطينه بتوزع بنجر سكر لمصانع الدلتا في اسكندريه. عندنا في الجنوب في بحر البقر اكبر محافظه بتزرع بنجر سكر بعد كفر الشيخ. وقعوا محافظه رقم واحد في الانتاجيه. رقم واحد بنزرع رز بنزرع قمح بنزرع محصولات محاصيل بستانيه. بورسعيد اتغيرت يعني دلوقتي نقدر نقول ان الاستهلاك يعني مغطيين الاستهلاك في حاجات كتيره يعني. احنا وعندنا دلوقتي الحمد لله بالنسبه لتربيه الماشيه عندنا احنا بورسعيد عندنا هناجر كبيره جدا وعندنا مزارع لتربيه الماشيه بنربي. احنا عندنا اكتفاء ذاتي بالنسبه للماشيه بورسعيد. احنا لا ما عشان يا فندم انت سمك ورز ده موضوع ثاني يا فندم. وعندنا مش غير سمك الماشيه وعندنا اكبر مجزر الي نص الي ويدوي الي للماشيه. بورسعيد رقم واحد في الماشيه. احنا بنودي بالشرقيه لحمه في العيد. انا بقول يعني انتوا بتصدروا لان البحر والسمك والبتاع. لا واحنا اهتمينا بالمرحله اللي فاتت في هذا الاتجاه. طيب اذا كنا احنا قربنا عايزين نسمع يعني امانه عليك امانه يا مسافر بورسعيد ها مش كده في الاخر. سياده المحافظ يعني الوقت مع حضرتك فات بسرعه لان الوقت جميل الحقيقه. انا كمواطن مصري بشكر حضرتك جدا جدا يعني وربنا يديك القوه والصحه ونشوف بلدنا دي لنا بورسعيد دي. انا وانا صغير كان بعد 56 والكلام ده كله كنت نفسي ابقى اشمعنى طب ليه ما ابقاش من بورسعيد يعني انا ليه ما ابقاش اخد الفخر ده والبتاع ده. ربنا كرم الواحد برضه انه انه ان يعني بصوره او اخرى كان في الجيش وفي الحرب والحاجات دي كلها. انما فربنا يبارك لكم مدينه عظيمه وانا بس يعني الحاجه الاخرانيه يعني يا رب شباب بورسعيد وبنات بورسعيد يقدروا يحافظوا على هذا التراث ويقدروا يمسكوا بايديهم على ده كله. لا يا فندم عندنا شباب بورسعيد بخير جدا وانا بشكرهم. اللي طور بورسعيد معايا واللي دراع اليمين في بورسعيد دلوقتي الشباب وبنات بورسعيد. القوه الفعاله في محافظه بورسعيد المراه والشباب. تمام. الحمد لله هم اللي ساعدونا النجاح اللي احنا فيه دلوقتي في جميع المجالات. الشباب كان هو السباق معايا. عشان كده انا بطمن حضراتكم بطمن الناس كلها في مصر لا شبابنا بخير جدا 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 وحاجه عظيمه قوي قوي قوي. نديهم الفرصه هيبقى حاجه عظيمه. ان شاء الله ان شاء الله. سياده المحافظ بشكر حضرتك جدا. انا بشكر حضرتك ومشكرا يا سيدي. بشكر حضراتكم واقول لحضراتكم تصبحوا على خير وبكره هيبقى لقائنا مع ابداعات وزاره الشباب وابداع الشباب المبدع في جميع المجالات. بكره في حاجه كويسه جدا ان شاء الله. منين؟ من بورسعيد. تصبحوا على خير. امان عليك امان يا مسافر بورسعيد. امان عليك امان يا مسافر بورسعيد.
لكل ايد حربت بورسعيد.